بشكل احلى، وكلمه كبار تحسسنا بكبره، ولكن كبره فيها العقل بعده بوضعه الجيد. انا اليوم بدي ارجع ارحب بضيوفي مره ثانيه. بدي اتشكر حضور دكتور فراس حمدان بلاستيك سيرجن، دكتور زيلا فرانسيس اندوكرينولوجيست، دكتور ايوب نخلي، ونحن اليوم سعيدين مره ثانيه نشوفك معنا دكتور ديرماتولوج، ودكتور عواد توني عواد. دائما بنحكي سنين ونحكي جميل الاسنان، ودكتور حنان رزق الله، نحن دائما بدنا نشوف احلى وبدنا نشوف الجميل اكثر ونبتسم له. دكتور فراس حمدان، وصلنا بالحلقه الماضيه وقلنا وصلت بريجيت باردو وقررت تقوم بالجراحه او ما قررت. خلينا نقرا دكتور تجاعيد بريجيت باردو يلي كنا عم نشوفها هلا. شو فينا اذا وصفنا الحاله، بلشنا بجلسه استشاريه قبل ما نعالج دكتور؟ قبل ما نعالج اول شيء من يعني بريجيت باردو وقت تفضل لعنا بنعالجها كشخص اول شيء مش كحاله. نعم. يعني بدنا نشوف اولا اذا مستعده هي ترجع. نعم. مثل ما كانت، وشو مستعده وشو توقعاتها من الاستشاره. اذا كنا متفقين انا وياها على هالموضوع، ساعتها بنقعد قدام المرايه وبنقول لها شو اللي مضايقها. نعم. اذا كان من بعد ما نشوف لها جلدتها واذا في ساجنس مثل دكتور ما عم نشوف هون، عم نشوف تجاعيد يلي بسموه الايوازا، ما بعرف شو بتسموهم هو دكتور يلي بيكون هون، هو شو بتسميهم؟ كروس فيت او بادوا. نعم بادوا. واذا طلعنا دكتور على رولاشمون هون عم نشوف ساجنس. نعم. عم نشوف ايدين فيهم شيخوخه. أكيد. عم نشوف الشفايف رقيقين، وبزيت الوقت في كانه جرافيتي اتراكشن. ملخص مثل ما قلتي، الجلد شاطت، يعني اللاكسيتي تاعت الجلد نزلت، الجاذبية ما بتشد إلا نزول بالنهاية، يعني كله اللي رخى نزل نزول. نعم. بالنسبة للفوليوم لوجه، خف الفوليوم تبع وجه اللي هو لأنه مع العمر حبات الدهون أو كل فات سيل بتعمل شرينكينج أو بتزم بحد ذاتها، يعني صار في عنا فوليوم نزل، في عنا سكين لاكسيتي، في عنا اثار الشمس وما ممكن كانت مدخنه كمان بوقتها. نعم. بلس نرجع للستركشر البوني ستركشر العظم تبع وجهها. سو في عنا عده مراحل لنبحث معها شو بدنا نساوي. فاذا قبل ما نبتدي، اذا وصلنا لعند دكتور ايوب نخلي، شو كنت معقول دكتور تبتدي اذا سلمتك وجهها وقالت دكتور ايوب نخلي شو فيي اعمل بدون جراحه؟ انتي ايجينج، ما فينا نقول في ايجينج هون دكتور، شو فيي اعمل بدون جراحه؟ فينا نعمل كثير اشياء، بس هون كمان الاشياء بتتوقف على هي الزبونه. نعم. او المريضه مسلمتك دكتور، مسلمتك شيء اللي زعجها بالاول؟ زعجها انه هي كانت جميله جدا وانا لسان حالها اليوم، وبطلت عم تحب حالها بالمرايه وكبرت. كبرت يا دكتور، فينا نبلش على بريجيت باردو يلي كنت هز الدنيا كلها ختيرت. فينا نبلش بالاشياء الابسط. نعم. الاشياء الاهين والابسط ويلي كمان كثير فعاله. نعم. هي المراهم، هي العلاج بالمراهم، العلاج الخارجي بالمراهم يلي هي دكتور، يلي هي اساسا المستحضرات المستخرج مستحضرات المستخرجة من الفيتامين اي. نعم. التريتينوين، يعني التريتينويك اسيد، حامض التريتينوين يلي. نعم. هو ما في غنى عنه بحالة بروتوكول علاج للتجاعيد او لتاخير الشيخوخة. نعم. بحالتها هي هون تاخرنا شوي، ما راح يرجعها 20 سنة لورا. فراكسل فراكشنال، شو ما كان العلاج، ان كان في ليزر ولا بوتوكس ولا حقن ولا شد، ما عاد فيها. شو ما كان العلاج، ما فينا نستغني عن التريتينوين او التريتينويك اسيد، لانه علاج منه غالي بمتناول كل العالم، علاج فعال، ولحد هلا دراسات بتبين انه اكثر علاج فعال بالنسبه للعلاج الموضعي المراهم. يعني دكتور اللي عم تحضرنا اليوم وهي بهالوضع وصلت، فينا نقول انه في مجال ببيلينج، ما يسمى بيلينج اي ريتينويك اسيد، اسيد ريتينويل، انه تقدر تجدد خلاياها وتتحسن قد ايه بالمية؟ القسم السطحي على الاكيد. قد ايه بالمية دكتور؟ هون صعب نعطي نسبة مئوية، بس يلي بنعرفه انه كل الناس اللي بيستعملوا. نعم. التريتينوين الريتينويك اسيد بيبينوا اصغر بعد فتره. نعم. او شو ما كان عمره. والمرحله الثانيه دكتور شو بتكون؟
المرحلة الثانية أنا بالنسبة لي أهم شغلة مبينة عندها هي الترهل بالرقبة. نعم. أكثر من الوجه. والبوتوكس دكتور شو عم يعمل لترهل الرقبة؟ البوتوكس بلشنا فيه من كم سنة بطريقة، أو هلا الترند الجديدة أو طريقة الاستعمال الجديدة هي بترتكز على كميات قليلة. الوقت يلي منتركه بين جلسة وجلسة صار أطول. ما بقى نعمل بوتوكس مثل ما كنا نعمل قبل، بتصور دكتور حمدان بيوافقني الرأي، صرنا عم نستعمل أكثر فور ريشيبينج حتى نرجع نشتغل الفورم تبع الوجه. بلشنا نشتغل الطبقة العلوية من الوجه، القسم الفوقاني بدل الجراحة، هلا صرنا نستعمله نمدها لبقية الوجه، النص التحتاني والرقبة كمان. دكتور زيليا فرانسيس اللي تفضل فيه دكتور فراس حمدان ودكتور أيوب، وانت هلأ بعدك بأول عمرك شباب وفتاوي، شو معقول ما تعملي لنحكي ايجينج؟ يعني وشو معقول تعملي لما نوصل لنحكي ايجينج؟ شو البريفنشن دكتور؟ هلأ انت يعني عم تراقبي هالناس، عم تراقبي مريتك، كيف فينا دكتور نستفيد نحكي انتي ايجينج كاندوكرينولوجيست، او يمكن هالاكل اللي عم ناكله او الى تاثير الطب البديل الحبوب البديله كل هالامور مع نفسك شو معقول تعملي وشو معقول ما تعملي؟ وفت نقطة مهضومة عم تسألينا عن حالي اللي معقول اعمله واللي معقول ما اعمله، بفتكر هو نفس الشيء اللي انا بنصح فيه الشخص اللي رح يسألني شو بدي أعمل حكيم أو شو ما بعمل، رح يكون تقريبا جايب نفسه اللي أنا بعمله لإلي دايما بطرحه للمرضى اللي بيسألوني رأيي وهالشي. بالنسبة للإيجينج أنا بعدني هلأ بهالعمر، بعد يمكن ما وصلت على الإيجينج، بس أنا هلأ بمرحلة البريفنشن اللي كانوا عم بيحكوا عنها زملائي. دونك هلأ أهم شيء هو البريفنشن، نتفادى التدخين اللي هو بيسرع شيخوخة الجلد، نتفادى الشمس اللي هي كمان بتأذي. وبالنسبة لنا أخصائيين تغذية وغذاء كمان في طريقة الأكل، لأنه في دراسات أثبتت أنه low caloric diet يعني الأكل يلي في قليل السعرات الحرارية أكتر شيء اللي بتجي من السكر ومن الدهون، هالأنواع من الدايت أثبتت أنه بتطول شوي العمر وبتساعد كمان بكل مجالات الشيخوخة، وأكيد هالشي بيعكس على الجلد. بس دكتور يقال أنه الشيخوخة بتبلش من سن 25، يعني إذا عم نقول ايجينج من سن 25، يعني في شيء بدنا نخاف منه، شو رأيك دكتور حنان؟ إذا عندنا شيخوخة بتبلش من سن 25 ونحن 25 بنكون عم نفكر إنه بعدنا يعني كتير صغار، كيف فينا نفكر دكتور؟ من هيك التوعية كتير مهمة من عمر صغير، يعني من حتى من 25 وأصغر في توعية كتير مهمة، توعية من الشمس، الشمس بتأذي الجلد بتأذي العيون كتير، الأكل اللي عم بتقول أنا بس أنت بتأمني دكتور حنان إنه إذا أكلنا جزر يعني معناتها رح يقوى النظر؟ يمكن مش يقوى النظر بمعنى يقوى النظر، أكلنا جزر بمعنى التوعية، يعني نكون نعرف أنه في قصص كتير بتأذي العيون أو الجسم أو غيره، ونعرف من الأول كيف نتفادئها. بأمين كتير أنه إذا بطلنا ندخن منحافظ كتير على جسمنا، بأمين كتير أنه إذا انتبهنا من الشمس منحافظ كتير على جسمنا، على الجلد، على العيون، على كتير قصص. طب كيف فينا نأخر شيخوخة النظر وإذا عم نفكر بريفنشن دكتور؟ للأسف يعني ما فينا نأخر، يعني وصلنا وتعب وصار في عندي مشاكل، كيف فينا نأخرها؟ شيخوخة النظر تعني كتير قصص. أول شيء مثل ما حكينا بحلقة سابقة في جلدة يلي حول العين يلي هيدا بتفوت بالنظام الجلد تبع الجسم كله، في عنا مية الزرقاء ما في شيء بيوقفها، في قصص بتأخرها، ويلي هي من نحن وصغار خصوصي ببلد مثل لبنان لأنه منعيش ببلد في كتير شمس، هي وقاية من الشمس، عوينات شمس لازم نلبس عوينات شمس دايما، حتى الأولاد لازم نلبسهم عوينات شمس من هن وصغار. وهون بحب نوه انه يكون عوينات شمس طبيه، لانه اذا عوينات شمس ما فيهم بروتكسيون انتي يو في ا انتي يو في بي بيكونوا عم بيأذوا العيون اكثر ما عم بيفيدون. دونك هيدي شغله فينا نعملها كثير منيح. هلا صار في دراسات بتقول انه في كل الفيتامينات اللي عم نحكي عنهم الارب اوميجا 12 اوميجا 6 زنك، كل هدول بيحموا شبكه العين من التاكسد وبخففوا نشاف الشبكه على مدى كثير طويل، وهدول كلهم بفوتوا بنظام غذائي سليم ومضبوط. نعم دكتور ايوب قديش بتوافقني رايي انه البوتوكس جيد FDA approved، ولكن احنا عم نوزع حد العينين، شو معقول ياثر دكتور المفي؟ اكيد بدك تقول انه اذا نشك غلط بدها تنزل شوي وبعد فتره بتروح، بس كنظر هالناس عم تحط هالبوتاليزم، يعني شو معقول يكون دكتور؟
البوتوكس اللي هي ماركة أو البوتوليزم بوتوليك توكسين نعم هي مادة بترخي العضل ونحن نستعملها لحتى نشيل البرينتينج تبع الكونتراكشن تبع المصل هو انكماش العضلات اللي مع الوقت بتعمل خطوط محل ما العضل بينقبض أو بينكمش البوتوكس بيخلينا نرخي العضل نرجع نزيد كمية ألياف الكولاجين على الجلد بعد وقت بنستعملها بلشنا نستعملها لجقرة العين الخدود النصانية بنص الوجه وبعدين قدرنا نستعملها حد العينين وللجبهة وهلا عم نستعملها للمنطقة السفلى من الوجه البوتوكس بيرخي العضل غير هيك ما عنده مفعول كتير مهم على شيخوخة الجلد نستعمله بالوقت الحاضر لأكثر من تمحية التجاعيد فينا نستعمله كمان للشد وفينا حسب وين بينشك الإبرة وين بتنغرز الإبرة فينا نرفع طرف العين فينا نرفع الحاجب فينا نرفع الخدود كمان فينا نعلي طرف الشفاف كله بيتوقف بس هون ما بقى بس عم نحكي طب صرنا عم نحكي نوع من آرت كمان في لمسة لكل طبيب تفرق من طبيب لطبيب وبترتكز هالأشياء على الخبرة أكيد نعم دكتور عواد في حدك دكتور حنان وإذا قررت أنه تشوف هاللاينز الصغار بلشنا نشوفهم يلي هن بيعطوا قديش في كاركتر عندها وابتسامتها إذا ابتسمت لك وقلت لها I want you أنك ما تعملي ايجينج دكتور في عندها بوادر ايجينج شيء؟ لحديث هلا لا ما في ما في بوادر ايجينج وسنينا ضحكتهم حلوه دكتور كثير حلوه ضحكتهم بوادر ايجينج على السمايل بوادر ايجينج على السمايل ببين من ال يعني بصير في مثل استسقاط بالنير بتحس الاسنان مبريه متاكله الاسنان منه ورا الكسكس بالليل ورا الحمضيات اللي ماكلها بتحس الشفاف صاروا رقيق في كثير يعني قصص التجاعيد اللي بقلب الشفاف دكتور اذا كان سيدي بدها تعمل بريفنشن لنيرتها ما تضعف شو لازم تعمل يعني الخيط عم نمرقه دكتور بين السنين وبقولوا هيك بننظف وبتضلها شادة النيرة ننظف بشيء الكتريكال والبراش والاشياء تضلها شادة النيرة بس دكتور في شيء معطيات لها دخل ثاني لتضلها شادة النيرة من بنيتها من اساسها بدها نظام الغذائي كثير مهم كمان بيأثر على هالشيء زيارة حكيم اسنان لانه في منهم بقول لك انا عم فرشي لشو بدي زور حكيم اسنان زيارة حكيم اسنان مره مرتين بالسنه يعمل له التنظيفات وكل اللازمه بضل محافظين على الشيب تبع السنين وعلى كل شيء نعم دكتور فراس حمدين نحن هون انا حدك ودكتور زاليا ودكتور ايوب وعم نشوف دكتور عواد ودكتور حنان شو معقول تعملنا دكتور؟ كلكم شباب ما شاء الله يعني دكتور اذا قلنا لك خايفانين من هالشيخوخه عم بتطلع فيك بقول لك دكتور دخيلك هالشيخوخه شو في اعمل؟ مش اول مش عند حكيم نفساني لا لا اكيد اكيد مش ما يا ريت كان معنا حكيم نفساني كمان ان شاء الله حلقه لقيتني بس الشيخوخه مثل ما قلنا بدنا نعالجها من على صغر 25 ما عالجناها يا دكتور ما فضينا وشغل وتعب وصلنا هلا بس عم ناخذها حاله بحاله يعني حضرتك غير الدكتوره غير الدكتور ما هي عندك مراحل ما هيدي عندنا مراحل نعم عم نعالج اللي عم مبين اكثر شيء مثلا اذا في تجاعيد صغيره قليله تحت العين ما يعني لازم نروح لجراحه العين نعم فينا نستعمل انواع الليزر اللي حضرتك فراكسل فراكشنال فيها ما فيها جرح ما بتأثر وفينا نأخر العملية سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة في كمان مع الضعف اللي بيجي مع اللاكسيتي تاع الجلد اللي بتجي مع العمر فضي حول العين بين انه عندنا باجز او دهون بدل ما نشيل الدهون بعملية فينا نعمل فيلينج حواليهم نتفادى اذا ولا لابد لازمنا عملية او اذا حدا بده نتيجة سريعة هون اوقات بيكون في فرق بين الجراحة وانتي ايجين نعم امتى بدنا النتيجة؟ نعم. إذا معنا وقت نعالج ونأجل الجراحة ليش لا؟ نعم
طب دكتور زيليا حدك وشكل عطلة هم انه عم نحكي شيخوخة بكير 25 سنة وكأندوكرينولوجيست دكتور قديش بتفتكر انت انه هي بتقدر تأخر؟ معقول دكتور تقيمني انه الهرمونات او الـ DHEH رح عملتينه بحوصات اذا عم يوتوا اذا عم يعلوا هالاشياء معقول تأثر انك تقدر تأخري بالبداية مع نفسي قبل ما نأخر للغير؟ مثل ما حكيت انا بالحلقه السابقه انه الهرمونات مع العمر بتخف فمش هيك فينا نراقب معدلات هالهرمونات بالدم مع العمر ونشوف تقريبا نحن وين صرنا اذا بدك بشيخوخه بشيخوخه الهرمونات بانخفاض معدلات الهرمونات يعني مثلا دكتور لانه في نورمز في فالور نورمال لكل مرحله من العمر اذا بدي احكي مثلا عن الـ DHEA اللي هلا سالتي عنه DHEA تعلى معنا من عمر 8-9 سنين تطلع للعشرين 30 سنة وابتداء من عمر 30 بتبلش تخف معدلاتها بالجسم تقريبا بنسبة 8% كل سنة ومع الوقت كل ما بتخف في إلى أكيدة بيبين على الجسم بيبلش يبين على ورد الشيخوخة بيبلش يبين أوقات التعب أوقات العضل بنحسه عم بيخف شوي ضعف شوي بالعضم ضعف بالنشاط تعب كل هالعوارض هي كلها عوارض كمان للشيخوخة نقدر إذا فحصنا نشوف تقريباً معدل هدي عشرة بجسمنا نحن وين صرنا بالنسبة بهالسكجول أو بهالشارت اللي بيحط لنا هدي عشرة نسبة للعمر بنشوف حالنا وين وبالحالات اللي منلاقي فيها نقص مهم بمعدل هالهرمونات نقدر نحن كأندوكرينولوج ندخل عند هالشخص ونعطيه هالهرمونات اللي هي هرمونات طبيعية وبتقدر تساعده هلأ سؤال تاني هل هي فيها تبعد له شيخوخة؟ مثل ما قلت قبل مرة كمان انه بعد ما في دراسات قدرت تثبت انه على المدى البعيد هالهرمونات بتبعد الشيخوخة ولكن عند الاشخاص اللي عطيناهم هالهرمونات وهن اشخاص كان عندهم deficiency يعني كانوا معدلاتهم كتير منخفضة عند هالاشخاص بالذات لقينا انه تغيرت الكواليتي يعني نوعية حياتهم حسوا حالهم عندهم نشاط اكتر مرتاحين اكتر مزاجهم احلى مع حسوا انه الاميونيتي تبعهم احسن دونك هيك انعكست على نوعيه حياتهم او نوعيه الشيخوخه تبعهم دكتوره ايوب قديش بياض الشعر والشيب ولو السيده عم تصبغ او الرجل عم يصبغ ولكن بنقول الشيب يعني كبر يعني الشيبه فينا نتدخل فيها كانتي ايجينج ناخرها او هيدا موضوع عم ندخل لمواضيع الى دخل بالسليول معينة نحكي عنها ميلانوسيتير او ما بعرف شو حضرتك بتقول شيب الشعر هو نوع من انواع شيخوخة الشعر والجلد وله علاقة بتناقص او بضعف بوظيفة الخلايا اللي بتفرز الميلانين من الميلانوسايت اللي هن بلونه شعر مسؤولين عن تلوين الشعر عند كل العالم تتباطأ وظيفة هالخلايا مع الوقت بقلب بصيلة الشعرة ومع الوقت نخسر عدد الخلايا ما بتعود بقى تشتغل هل في طريقة لحتى نتفادى هالشي؟ أهم عامل لبيضاد الشعر يلي فينا نتدخل عليه هو الدخان دخان مؤكد دراسات بيّنت بشكل ما بيقبل جدل أنه التدخين بيسرع كتير بيضاد الشعر أنت مدخن دكتور؟ أنا كنت مدخن ووقفت من سنة دكتور مدخن؟ دكتور حمدا؟ أبداً؟ شو حلو؟ شو حلو؟ أي دكتور؟ بس بعد عندي غير أشياء عاطلة أي دكتور؟ فأسأل نحن مش عم نحكي يعني فقط أنه انعكاس على أسفرار وأسوديد على سنين دكتور مش هيك دكتور أكيد. يلي هي كمان بتعطي شيخوخة وبزيت الوقت لما نكون عم نحكي دكتور حنان عم نقول أنه شخص عنده تعب صار بنظره ولكن هالجلد له تأثير الساجنس بالجلد عضل الجلد له تأثير انعكاس على داخل العين ونحن عم نحكي شيخوخة النظر له تأثير ببعض الحالات يعني إذا دكتور حمدان شد لك إياها أكثر شوي الجلدة ولا شد أقل شوي شو معقول يأثر دكتور؟ في أثر ببعض الحالات اللي بطل فيها العين تسكر مزبوط خصوصي بالليل بتنشف كتير قرنية العين وبيعمل مشاكل على النظر يعني بيصير في تقرحات بقرنية العين ومعقول يصير في مشاكل كبيرة من وراها بهذا الوضع اللي ما بتسكر العين أبدا وفي كمان مشاكل وقت العين ما بتفتح
يعني في اوقات العين تهبط كومبليت الجفن بيهبط على الاخر كمان بياثر لانه خلص سكرت عينه الشخص ما بقى فيه يشوف. هدول هن الحالتين يلي اكثر شيء فيه بيأثر عليهم. اذا بدنا ننهي دكتور بكلمه، اذا قلت لك شيخوخه شو بتقول؟ خلينا ناخرها. ناخرها مرحله من الحياه تقبليها؟ بقبلها. دكتور انا بفضل اقول تقدم بالعمر، وبالتقدم في فكره التقدم لقدام. لقدام شو حلو، شو حلو. تسمح لي زقيت عن جد حقيقه كثير مهم الكلام دكتور. نحن بالسنين بطل في شيء اسمه شيخوخه، خلص شيخوخه انا هيتوها. دكتور انا بقول اهم شيء الوقايه لتكون احسن شيء لنعيشها احسن شيء. شو حلو، عن جد بقدر اقول انه اليوم حلقتنا كانت كثير مميزه، لحتى نحكي وقايه، لحتى نحكي علاج، حتى نحكي من الداخل ومن الخارج، وما نقول ستوب ايج مثل ما قالت دكتور زيلا نكمل، ومثل ما قال دكتور ايوب نتقدم بالطب، ولحتى نوصل بعلاجنا نكون اوجدنا لنفسنا شيء بيريحنا مع ذاتنا. وهيدي اياها القصه بختام حلقتنا. بشوفكم. ضروري انه نعرف نرسم شفايفنا ونعرف نحدد معالمهم، وقد ايه ضروري اكثر انه ما نحددهم ونعطيهم طابع طبيعي لما بنكون عم نعمل مكياج. احيانا نحن بحاجه انه نرسم الشفاه ونحددها اقوى من الميك اب لتبرز جمال الوجه اكثر، واحيانا لما بنقوي مكياج العينين بنخفف الشفاه وبنعطيها نيود لوك، أي اللوك يلي ما فيه ألوان وفي طبيعة خالصة. الألوان كتيرة بأحمر الشفاه، هي ألوان تتدرج ما بين الألوان البني الغامق وصولاً للفاتح، ألوان العسلي وصولاً للذهبي، ألوان الأحمر للأورانج وصولاً للسمو، والألوان البيج، بيج دوري، بيج روزي، ألوان كتيرة. خلينا دايماً نعطي شفايفنا دور لحتى تكون هي دايماً عم تحافظ على ما يسمى القفص الذهبي. مثل ما عم تشوف هون رسم الشفاه بيتطلب لنعطي لوك ذهبي، هو انه نعطي الطابع الذهبي يلي منحطه على العينين نضيفه على الشفاه. نحن هون من بعد ما حضرنا مكياج برونزي بني ذهبي عم نعود لنعطي زيت المسحة للشفاه. وحقيقة اللون الذهبي إن كان على الخدود على الشفاه، لما نستخدم المكياج البني بنكون دايماً عم نعطي الشفاه جماليات كتير خاصة. ومثل ما عم نشوف هون الملمعات بالذهبي، اللون البيج اللي عم نشوفه هون يلي عم يتميزج مع لون البوردو، عم ناخد تحديد خفيف جدا من البوردو من بعد ما نكون اعطينا اللون البيج يلي شوي مثل ما عم نشوفه على الشفيف، هو شوي روزي على بيج، منضيف من اللون البوردو شي بسيط من الداخل. وهون تم حرق الأقلام اللي استخدمت للشفاه، ودايما مد العينين ومد الشفاه بوسعة بغمقة لحتى نعطي تجانس. هون عم نشوف الشفاه الغامقة
اللون الزهري. ودائما مثل ما قلنا اللون الزهري بنحدد الشفاة بلون طبيعي لحتى ما يتخطى لون اللي اخترناه لأحمر الشفاة، لتبقى الشفاة عم تبرز معالم طبيعية وحجم كتير مقبول، لأن هون حاولنا أن نعطي العين استدارتها من الداخل باللون الغامق وفتحنا باللون الفاتح. يعني لازم يكون الضوء اللي عم نشوفه بالزهر بآخر العين هو زيته على الشفاة. نجلوس وأحمر الشفاة تعبيتهم من الداخل، ونجرب من ظهر الجلوس إلى خارج الشفاة. فقط منقرب بالقلم وبأحمر الشفاة على الحدود المرسومة مثل ما عم نشوف الجلوس من الداخل، لحتى نكسب حلقة خاصة للشفاة. لازم دايما هون لكم إنه الشفاة فينا نشوفها باللون الأحمر القاني، فينا نشوفها باللون الأورنج المضوي، فينا نشوفها باللون البني الساطع. تدرجات ألوان البني الفاتح والأفتح والعسلي، وصولا للموف، للزهر، للون الشفاف الطبيعي اللمع. واو، كولجيت 360 ديب كلين الجديدة أطراف أطوال ونحاف. حلقات رح تكون متواصلة كل نهار جمعة. نحن فخورين لنقول إنه بلدنا العزيز لبنان غني كتير بفكر وعلم وثقافة أطبائه ومستشفياته، حضور كامل متجانس دايما لكل شيء لحتى يلبي أي متطلبات صحية جمالية. الصحة قبل الجراحة، الصحة قبل الجمال. وحلقتنا أنتي إيجينج مستمرة معكم لنقول ستوب إيج، رح نقدر برجيت باردو نردها مثل ما كانت، مثل ما كنا نشوفها برجيت باردو الجمال، برجيت باردو الفتاوي. خلينا نشوف سوا برجيت باردو. برجيت باردو بهالمرحلة كنا نشوف الجمال الفتاة يلي أثرت على الشاشة إنها تكون عندها الجمال يلي بيشبهها، ويلي صار من الصعب نقول إنه جمالنا اليوم ما في غير بيشبه بعضه. برجيت باردو بمراحل عمرها مثل ما عم نشوفها ضلت حلوة، لحتى شفنا بمرحلة لاحقة كانت برجيت باردو فقدت كل هالجمال يلي نحن عم نشوفه. خلينا نشوف برجيت باردو اليوم، برجيت باردو يلي مرقت بإيجينج، وبرجيت باردو في عندها ما زال الحضور الحلو، ما زال عندها جمال متميز، ولكن ما بيشبه برجيت باردو يلي تعودنا نشوفها. هالسؤال بيطرح نفسه، نحن منقدر نشبه نفسنا ونضلنا مرتاحين مع حالنا؟ انتي ايجينج وذ اكسبرتس اليوم رح نطرح كل هالامور لحتى نشوف حالنا احلى. اول شيء بدي رحب بضيوفي الكرام، بدايه اهلا وسهلا بدكتور ايوب. دكتور ايوب نخلي، حضرتك ديرماتولوج، ونحن كنا دائما متشوقين لتكون معنا، وكانت من الصعوبه الوصول. اول شيء بدي اتشكر وصولك اليوم لنا. دكتور حنان رزق الله، حضرتك اوفتالمولوجيست، ودائما نحن بموضوع الاوفتالمولوجي بنقول انه يمكن ايجينج، ولكن يكون الانسان عم بحط عويناته لحتى يشوف، شغله صعبه كثير.
ولكن لما بنقول ديرماتولوجي بنشوف كانه الاشياء عم تصب كلها عند الديرماتولوجي لما بنقول aging of the skin. ولكن هالعوينات احيانا يمكن بنحط لينسز بيساعد، بس يمكن الحل هو كثير اكبر للايجينج. دكتور فراس حمدان، بتتفق مع الديرماتولوجي او ما بتتفق لما بيصير في شيخوخه فينا نقول فينا نحسنها، فينا نتعاون سوا، فينا نقول الساجنس في يقدر الديرماتولوج يساعد يمكن بقبر البوتوكس او ببنيه الجلد، او حضرتك رح تروح للانتي ايجينج انه ما في انتي ايجينج، في ايجينج ومنا نقص؟ انا بتخيل انه دكتور زاليا فرانسيس عندها الحديث رح يكون عن هالهرمون يلي بيحكي دي اتش اي ما بعرف قديش، او الجروس فاكتورز اذا كانت موجوده، او حضرتك موافقه يا اما مش موافقه. وحقيقه بالواقع دكتور انطوان عواد نحن بنشوف ايجينج اوف ذا سكين، ما بنشوف ايجينج للنيره، ما بنشوف ايجينج للسنين لما بيرقوا، بنحكي بيوتيفول وهوليوود سمايل، ما بنقول هالشفاف لما بيزموا في موقع كتير كبير للايجينج. بقى شو دكتور ايوب بتترأس البدايه وبتقلنا شو؟ لا انا ما بترأس البدايه لك بتترأسنا اليوم بتقلنا وين فينا نقول دكتور ايجينج؟ الايجينج هو بروسيس بيقطع ما فينا نهرب منه. الانتي ايجينج بترتكز على تاخير تشير الشيخوخه بالنسبه للجلد، بالموضوع اللي بيتعلق بالجلد فينا ناخر، فينا نرجع لورا، فينا نكسب كم سنة، بس كلنا بدنا نختير بالأخير، وكلنا الخلايا عنا بدها تتعب مع الوقت. في هالشيخوخة على العوامل يلي بتأثر عليها هي العوامل الداخلية الوراثية يلي ما في مهرب منها، يلي كلنا عنا إياها من نحنا وصغار وقت خلقنا، بالجينيتك باك جراوند يلي عنا إياه يلي ما فينا نغيره هذا نحنا. وفي أشياء عوامل أخرى فينا نتحكم فيها، هي مثل بالنسبه لجلد الشمس التدخين وعوامل اخرى، هودي فينا ناثر عليها، وفينا اذا اثرنا عليها نكسب يمكن كم سنه لورا، نبين اصغر، نبين فريش اكثر، يكون اللوك ابيلينج اكثر. دكتور اذا بعدنا عن الجراحه والتجميل وحكينا الوبيشيا، حكينا عر الشعر، حكينا بيجمنتيشن يلي هي ديوتا نفترض بمرحله المينوبوز، حكينا امور يلي بنشوف فيها الشيخوخه وكانها لها طابع معلوماتيه خاصه لحتى نشوف هل الانسان يقدر يكون ايجلس. كيف فينا نتعاطى دكتور مع الالوبيشيا ونأخرها فينا؟ الالوبيشيا هي كمان نمط من انماط شيخوخه الشعر. نعم. وجلد جلد الراس. نعم. بالنسبة للنساء هذا شيء كثير مهم، وهلا كمان للرجال. في طرق نحافظ فيها على الشعر، نأخر فينا نقولها دكتور يما هي خاصة بكل شخص لما حضرتك كلنا بنفقد مع الوقت، عنا عدد شعيرات أقل سنة بعد سنة، إذا عم تحكي عن فروة الراس. نعم. والشعر أضعف سنة عن سنة. في طريقة قوية أو نحافظ عليها بالحالة الأحسن، ونقف بوجه العوامل اللي بتضعف الشعر. طب دكتور كانوا بالماضي يجيبوا جوخة حبة ثوم يفركوا جلدة الراس ويقولوا هلأ نشطنا وحركنا الخلايا الدم ورجعت تمشي، قديه إلى معطيات إنه الإنسان بيقدر يرجع ينشط الحركة الدموية؟ هيدي إلى قصص شبه علمية قريبة على العلم، بحالة واحدة بالشيء اللي بنسميه الألوبيشيا أيراتا أو الثعلبة بالعربي، بهالحالة بيكون في مشكلة بالمناعة بتمنع الشعر بمرحلة من المراحل إنه ينمى، وفيها كمان تؤدي ل فيها تقتل بصيلة الشعر. وقتها بنحط على الجلدة المصابة أسيد حوامض أو ثوم أو خل أو مستخرجات بتحرق، بتسبب حرق صغير على الجلدة، بنكون عم نضيع المناعة وعم نخليها تتراجع بالهجوم اللي عم تعمله على الشعيرات. نعم دكتور، والبيجمنتيشن قديه نحن فينا نقول فينا نأخر هالبيجمنتيشن اللي بنشوفه بيسموه التاش دو فييسمان، يعني الناس بتهرب من اسمه، ولكن بالواقع قديه فينا نأخر منه؟ هو عامل وراثي او هو عامل هرمونات، هو شو دكتور؟ هو تداخل عدة عوامل. في اول شيء العوامل الجينيه يلي عنا اياها كلنا بالوراثه، كل ما كانت البشره افتح لونها كل ما كانت معرضه انه تاخذ بقع على اللون اكثر.
اثنين في العوامل الهرمونات بالجسم، كل النساء بين عمر البلوغ والمينوبوز طالما في عندهم استروجين عالي بجسمهم، تفاعل الاستروجين مع الجلد مع الشمس بده يؤدي لظهور بقع سوداء، بقع بنيه. Prevention. هلا الليزر دكتور عم تامنوا فيه انه بيقدر يشيلهم، يا ما بتفضل ما نتعاطى منهم ويقال بري كانسرس وكانسرس، قد ايه فينا نحكي عن هالموضوع؟ الليزر اللي بنستعمله عاده ثانيه اللي صار لنا كذا سنه، اكثر من 10 15 سنه بنستعمله، ان كان لازاله الشعر او لازاله البقع او لكذا بروسيجر على الجلد، ما بيسبب كانسر. وحتى لو بالصدفه او بالغلط نحن عم نعمل شغله على جلد صبنا تلوله او شهوه او نيفس صغير او شميه. المشكله عندنا بلبنان بالتحديد مؤخرا هي انه صار عندنا صيفيه بتدوم من كانون لكانون 11 او 12 شهر. وقت بنعمل علاج بالتحديد للبقع بالليزر لازم المريض يتوقع الشمس على فتره كذا اسبوع، وهيدي الشغله صارت كثير صعبه بايامنا هلا مع صيفيه بتضلها 11 12 شهر. اذا مريض ممكن يتفادى الشمس بشكل مؤكد ما في اي مشكل بعلاج الليزر للسباس للبقع البنيه. يعني فينا نقول ايجينج اوف ذا سكين هو مش بس سكين كانسرس، هو الايجينج قديش بيكون كمان في عنا صار نوع من التخزين من الفري راديكلز بالجلد، قديش في عنا رصيد شمسي بيقدر يعمل ايجينج. الايجينج تبع الجلد هو تراجع بمكونات الجلد او تضاؤلها مع الوقت، هن الياف الكولاجين، الياف الالاستين، الدهون. هي الدهون هلا بيحكي لنا دكتور أكيد. حمدان كمان عنا كمان حتى ذوبان العظم بالوجه، نعم الفيشل كونتور، الفيشل فوليوم. التراجع هالالياف احد اسبابها هو تجمع الفري راديكلز على الجلد، واحد اهم اسبابها هو التعرض للشمس مع التدخين. نعم. قبل ما اوصل لدكتور فراس حمدان ونجري العمليه لبريجيت باردو اليوم، حقيقه دكتور فرانسيس نحن لما كنت عم بسمع دكتور ايوب بهالمعطيات الهرمونات كيف فينا نحكي مع اندوكرينولوجيست لنحكي عن هالمواضيع يلي بيكون في تعاون يا هل ترى مع الدرماتولوج لعلاجها، يما انتم بتقوموا بنوع علاج مختلف؟ لا اكيد في تعاون، العلاج ما بيكون مختلف، علاج اجمالا بيكون علاج واحد. قصة الهرمونات مع الجلد قصة شوي معقدة، منك الريليشن منها كثير دايركت، يعني مش دغري السبب الشيخوخة، هو دغري له علاقة بالهرمونات، لأنه الهرمونات تشتغل على عدة مناطق بالجسم على عدة أعضاء وبمراحل مختلفة من الحياة معدلات هالهرمونات تختلف بالجسم. يلي بيصير بالشيخوخة بنشوف انه هالهرمونات بتبلش بتخف ابتداء من عمر 30 سنة تقريبا، بعد هالهرمونات يلي بتشتغل على الجلد على نضارة الجلد على التجاعيد بالوجه هالهرمونات بتبلش تخف، ومع تخفيف هالهرمونات ببلش يبينوا عوارض الشيخوخة على الجلد وكمان على العظم كمان على شكل الجسم على عدة امور. دونك نحن كاندوكرينولوج بهالحالة بنقدر نساعد الأشخاص يلي عم بيعانوا من نقص بهالهرمونات، هالشيء أكيد لازم نتأكد منه من بعد ما نعمل فحوصات دم تنتأكد إنه معدلات هالهرمون واطية جدا. بهالحالات في بعض الهرمونات فينا نعطيها يلي هي هرمونات تقريبا طبيعية يلي عادة الجسم بيفرزها بس بعمر أبكر ومع شيخوخة بتخف هالإفرازات، فينا نساعد نرجع نعطي هالهرمونات لنساعد شوي للجلد اكيد للعظم اكثر، لانه الدراسات اثبتت اكثر، كل الدراسات اللي عملت لحتى تفرجي انه هالهرمونات بتساعد على العظم تتفادى الاوستيوبوروز او ترقق العظم. هالدراسات انعملت لتفرجي انه فينا نساعد بمشاكل القلب يلي مع الشيخوخه بصير عندنا تصلب الشرايين وامراض القلب، ولكن على الجلد بعد ما عندنا دراسات على المدى البعيد تثبت انه هالهرمونات فيها تساعد بالجلد، ولكن في دراسات على فترات قصيره اقل من سنه فرجت انه في عندنا بنفيس من هالهرمونات، وبهالحاله بنقدر اكيد نحن دكتور فرانسيس عندنا حلقه ثانيه رح نفصل هذا الموضوع بالتفصيل. دكتور عواد، بتيجي الست لعندك بتكون كبرت وشفت جفافها نزلوا وكميه العظم بسنينها اقل والنيره تعبانه، دكتور كيف فينا نعمل انتي فيسمون ستوب ايج مع طبيب الاسنان وحضرتك جراح كمان؟ شيخوخه الاسنان
مثل بقيه مثل بقيه اعضاء الاجسام يعني النيره بعظام بيصير عندنا بالشفاف رينكلز بالشفاف تجاعيد بيصير عندنا طعشات بقلب حوالى التام وبالخدود كل شيء بيأثر يعني اذا فقد الانسان اسنانه رح ياثر على لانه هن السبورت تبع الخدود وتبع الشفاف بيصيروا يعني إيه عندنا شفاف كثير مزمين على بعضهم بتخمن الواحد انه هو زعلان بس انه لانه خسر كل اسنانه الدكتور كيف بتحلها لما بتشوف شفيف رقيق واسنان عم يضعفوا وبزيت الوقت سيده محتاره بتروح بتكبر بتعبي بتنفخ او بتعبي حضرتك من نيره وكنت عم تقلي على قبل الهوا انه بتشدوا النيره كيف بنشدها بعرف بنشد الوجه كيف بنشد النيره بنشد النيره بنشدها بالكليننج ديب كليننج بنعمل لها تنظيفات وبنعمل لها عنايه مظبوطه بصير كمان الشفاف بشدهم يعني بصير نعلي العضه لانه مع العمر العضه بتوطى نعم بصير بعد تنسيق مع حكيم الجراح انه اذا بنكبر الشفه نعم. بس اذا ما علينا العضه كمان ما بيأثر يعني يعني تجميل الشفاف وتكبير دكتور لما كنت عم تفحصني قلت لي انه النيره من مطرح صارت اوطى يمكن نضطر نعمل جراف لانه هيدي شوي مع التطور تقشط النيره كيف يعني دكتور النيره هي بتلحق العظم نعم مع الوقت العظم مثلا على التاكل والعمر وكذا هالعظم بينقص النيره مجبوره تلحق العظم نعم يعني شو ما شفنا ابتسامه واسنان حلوين يمكن يكون في لومينيرز بس بدنا نفتش على النيره تكون مشدوده اكيد فينا نعمل لومينيرز وفينيرز ويكون اسنان عم يلقوا يعني وعم نخسرهم اذا ما نظفناهم وتعنينا فيهم ورجعوا شدوا مظبوط واللي لازم يبقوا بخليهم واللي لازم ينشيلهم بنشيلهم نعم بفتكر انه لما بنوصل عند دكتور حنان والناس قديش مع دكتور فراس حمدان في نقاش أو في توافق لما بيقولوا إذا كانت أوفتالمولوج تقدر تشد العينين أحلى وبتفهم بالعينين أكثر وإذا كان بلاستيك سيرجن بيقدر يشدهم بطريقة أقل أو أحلى حسب ما يكون هو كديزاينر كبير يما نحن بدنا نحكي الشيخوخة فقط عند لما بتضعف العينين وبشيل العوينات وبشيل جرب شوف وهذا الشيء عامل بيحرجني للشيخوخة شيخوخة بالعين ما بدهم بس من برا شكل العين في شيخوخة العين من جوا مزبوط مثل ما عم تحكي في عامل الشكل من برا يلي ببين يلي في يعمله طبيب العيون وفي يعمله الحكيم الجراح كمان البلاستيك سيرجن هيدا حسب اختصاص كل واحد وخبرته أكيد بهذا الموضوع بس في شيخوخة العين من جوا يلي هي أخطر يلي بتأثر على النظر على وقت على فترة كتير طويلة ويلي بدنا نعرفه هلأ إنه بهذا هلأ سنة 2010 الواحد إذا بدنا نقول ختيار في اشعه مثل حدا شب اذا انتبه على عينيه اذا عرف عمل الوقايه المضبوطه لعينيه مش يعني حدا عم بيشيخ يعني لازم يخف نظره ديفينيتيفون مثل ما بنقول العوينات مزعج كلنا 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 بدنا نقطع بالعوينات ما في حدا رح يكون يزيد عمره يقدر يقشع عن قريب لحاله كل حدا فوق ال 45 سنه كل شخص فوق ال 45 سنه بحاجه لعوينات ليقشع عن قريب في حلول بدل العوينات صحيح انه شكلها ما حلو ببين الواحد ختيار اكثر بضيع عوينات وبصير يفتش عليهم وين حطيتهم في هيدي المشكله في غير حلول للعوينات بس في مشاكل اكثر بالعين من جوا لازم ننتبه لها مع تقدم العمر يلي هي ضغط العين ميه الزرقاء شيخوخه شبكه العين هو القصص بدهم وقايه كثير مهمه عن بكير لنقدر نعالجهم عن بكير وكيف فينا نعكس جماليا يعني بتشوفي البوبو تغير لونه بتشوفي الجلد كله كيف فينا نعكسها جماليا دكتور حنان بوبو ما بيتغير لونه كثير مع العمر الا على العمر الشيخوخه اللي كثير 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 يعني صرنا عم نحكي فوق العمر كثير معين اذا تاثرت قرنيه العين النظره بتغير لانه بصير في تجاعيد حوالى العين بصير في تعب بتحمر العين بصير الجفون بيورموا شوي بيسمكوا شوي هول فينا نعالجهم اكيد لهم علاجات طبيه او جراحه حسب الحاله الدكتور فراس حمدان وصلنا لعندك حضروا لك البيشنت عينيها جلدتها سنينها شرايينها وطلعت قدامك برجيت باردو كيف فينا نردها لبرجيت باردو وكلنا عم بيشوف برجيت باردو حزنان على حالها وهي يمكن مبسوطة ومرتاحة كيف فينا دكتور ننهي الكلام عندك ونرجع الشباب مثل ما حضرتك قلتي انه الكل حضروها لبرجيت باردو او لهالمريضة اللي بدنا نوصل لها بس
عنوان الانتي ايجينج مثل ما حضرتك عم تجيبي اسمه. بحب بس انا هون هيك كلمه صغيره انه نفضل ما نوصل للايجينج لنبلش الانتي ايجينج. انا برايي الانتي ايجينج ببلش على صغر، من كريمات، من وكاله الشمس اللي حكينا، الدكتور معنا، من للسنان، اهتمام بالسنان بالنيري على الصغر، للعيون، للاندوكرين اكيد. يعني الانتي ايجينج ببلش من عمر المراهقه، يمكن قبل ما ننزل على البحر ونحترق ونتحمص بالبيبي اويل بنحطه، بعدين نقول ياه طلعوا لنا بقع ديعان شو ما وين صرنا هدول. بعد الانتي ايجينج بده يبلش معنا من الصغر وبنوصل لبريجيت باردو. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ ورح تتكلف كثير بس بدنا نطمنها. انا بفضل رأيي وبنصحه للكل كمان، يعني ما لازم نوصل لمحل ما وصلت بريجيت باردو لنرجعها. لازم نحن وعم على الايجينج بروسس او العمر اللي عم بيصير، مشكله نيري نظبطها، مشكله تجاعيد رقيقه بدها شويه بوتوكس مع الدكتور، ليش لا؟ العيون عوينات بنشيلهم، في مشكله هرمونات عم تقطع البيريد نرجلجها، مشان إذا بدنا نوصل لمرحلة الجراحة منشد ومنشد شوي للدلة الطبيعية، مش إنه لنغيرها من شكل ونصير شكل تاني. الوجه المشدود اللي مبين اصطناعي اللي هو منه جمال، مبين عملية تجميلية بس ما يعني صارت جميلة. سو برأيي التكاليف، أكيد في تكاليف، المشكلة بالتكاليف أوقات بيحاولوا كات كورنرز، يعني ياخذوا شورت كات ويعملوا مشاكل، وتصليح المشاكل بيكون تكاليف اكثر بكثير. مثلا بالسنين بيروح بيعملوا شيء مش مفروض كان ينعمل، لو صلحوا النير وصلحوا السنين بعدين عملوا لومينيرز تكلفته بتكون وحده، بدل ما يحطوا لومينير يرجعوا يشيلوهم يرجعوا يصلحوا. يعني التكاليف بدنا نحكي كمان انه وين التكاليف، اذا بمحلها ليش لا، اذا مش بمحلها هون لازم نوعي المجتمع كمان عليها. يعني دكتور بالنهايه بتتخانق شيء مع دكتور ايوب اذا اخذها عمل لها فيلر وقال بلا ما تشد يما بالنهايه بدك تشد لها؟ لا انا بالعكس ما بتخانق ابدا بمنطقه بمر الفيلرز البوتوكس او حتى بالليزر، لانه كل شيء من هيدول ما بيلغي شيء ثاني. في فوليوم لازم نرجعه للوجه الفيلرز، في تجاعيد ما بنقدر نشيلها بالشد بوتوكس، في تجاعيد من بعد ما نشد الوجه رقيقه كثير ما فينا نشدها ليزر. بفتكر نشتغل سوا كثير مهم مع الهرمونات مع الدكتوره فرانسيس، مع العيون اذا في مشكله نظر اكيد، يعني عمليه الانف، عمليه الشفه، عمليه شد الوجه اذا العضه مش منيحه او العظم، الدكتور الاسنان بده يفوت معنا، لازم كلنا نشتغل سوا. هلا دكتور في يعمل شغلتين ما في مانع، بس الشغل لكل هالقصص يكونوا مع بعضهم بفتكر لازم نكون ايد وحده لنوصل للانتي ايجينج والجمال. اكيد نحن حلقتنا خلصت، ولكن رح يكون عندنا حلقات لاحقه معكم دكتور، وما بعرف اذا دكتور ايوب رح ياخذها لبريجيت باردو يا ما رح يبعثها لعند دكتور فراس حمدان. شو بتعمل دكتور؟ بتاخذها بشتغل لقسم ودكتور حمدان بيكمل او العكس ما بيقسم. معقول تقطع من دون ما توصل عند دكتور حمدان يقص لها يا ما؟ لا في مطارح، في عندها ترهل بالجلد كثير كثير قوي، ما فيها اذا بدها تحسنه اجباري تقطع. لكن رح نبتدي بحلقتنا الجايه نقدرات نشوف كيف بدنا نحولها لبريجيت باردو، ولكن ما بعرف بالنهايه دكتور شو ما عملنا قديش ما هو النفسيه تكون الانسان هو رايد هالشيء. نحن رح نفوت على خصوصيتها وهي تصطفي، نحن قررنا. شو دكتور؟ أكيد بنفوت على الجراحة بالحلقة القادمة إن شاء الله. يلا بشوفكم. أكيد دايما الجمال لنقول بدنا نحسنه، مش دايما نحن لناخذ القرار، بده يكون الشخص هو صاحب القرار. To stop age or to continue aging. It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss.